بمناسبة عيد الفصح، دخل شخص يرتدي زي الأرنب قاعة مؤتمر صحفي في البيت الأبيض واعتلى المنصة ملقيا التحية على الحاضرين. وتزامنا مع يوم كذبة أفريل، وقفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض بجانب الأرنب معلنة أن البيت الأبيض سيلغي قانون هاتش الذي يحظر على الموظفين الفيدراليين استخدام قدراتهم الرسمية للتأثير على الانتخابات أو التدخل فيها. Thumbs up. Two thumbs up from the bunny. Yay. Thank you. Bye. Happy Easter. قرر فندق في سلوفانيا بيع السرير الذي نام عليه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مزاد خيري بعد أن عانت المنطقة من الهوس الحقيقي برونالدو، حيث سعى عدد من المشجعين للاقتراب من اللاعب البرتغالي والحصول على توقيعه أو التقاط صور معه خلال مواجهة منتخب البرتغال نظيره السلوفيني. وقال مصدر إن المزاد سيقام في نهاية الشهر الحالي، وسيكون السعر المبدئي للسرير 5,000 يورو، ويتوقع أن يتجاوز سعر البيع 10,000 اليوروهات ليتبرع بعائدات هذا المزاد لقضايا خيرية. مع تزايد المخاوف من انهيار برج بيزا الشهير في إيطاليا، ظهر برج مائل آخر يبدو أنه على وشك الانهيار بالفعل، وهو برج غاريساندا الذي يبلغ ارتفاعه 48 متراً. وبدأ البرج يميل بزاوية قدرها 4 درجات، أي أكثر بقليل من ميل برج بيزا الحالي البالغ 3.9 درجات. وتم إغلاق الشوارع المحيطة بالبرج المحاط بالمباني السكنية في أواخر العام الماضي لأنه كان معرضاً لخطر كبير. وأعلن عمدة بولونيا أن الأبراج والكابلات التي تم استخدامها سابقاً لإنقاذ برج بيزا سيتم نشرها جنباً إلى جنب مع سقالات فولاذية مكيفة للمساعدة في منع انهيار برج غاريساندا.